الإخوان والأخوات متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. نهار مبروك، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. هاد الكبسولة غادي نتكلموا فيها على نجم نجوم الكوميديا واحد الوقت، فرناند كونتاندن المعروف باسم فرناندير، ممثل وكوميدي ومغني فرنسي، ولد في 8 مايو 1903 في مارسيليا. تخرج من الميوزك هول ليصبح لعدة عقود أحد أكبر نجوم السينما الفرنسية وبطل حقيقي لشباك التذاكر، حيث استطاع يجذب أكثر من 200 مليون متفرج للقاعات ديال السينما. وفي هذه الصورة اللي قدامكم كيبان فرنانديل بلباس مغربي وراء الأسوار ديال مدينة ترودانت، حيث كان كيقوم مع الفريق السينمائي الفرنسي بتصوير فيلم علي بابا والأربعين حرامي سنة 1954. وشاركت معاه في هذا الفيلم الممثلة والراقصة المصرية الشاعرة سامية جمال رحمها الله. وبعد مشوار فني طويل توفى فرنانديل في 26 فبراير 1971 في باريس، لروحه السلام. أحبائي، حتى نتلقاو في كبسولة قادمة بحول الله مع قوته مودتي وتقديري.